عايزين بس نقول لمشاهدينا خبر حلو جدا بيسعدنا ويشرفنا ان بينجح قطاع القنوات الرياضيه بالشبكه المتحده للخدمات الاعلاميه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الافريقي، حيث ابرمت اداره القطاع عقد هتقدر من خلاله ان شاء الله ان هي تعرض مباريات البطوله على شبكه قنوات اون تايم سبورت، واللي هتفتتح غدا بمباراه سيمبا التنزاني والاهلي المصري بالعاصمه دار السلام. ان شاء الله بتقام البطوله المستحدثه اللي بينظمها الاتحاد الافريقي لكره القدم بمشاركه 8 انديه من عمالقه القاره السمراء، هم النادي الاهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، وانيمبا النيجيري، وباترو اتلتيكو الانجولي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني. وبتجرى البطوله في الفتره من 20 اكتوبر الجاري ل 11 نوفمبر المقبل، وبتبلغ قيمه جوائزها 14 مليون و 400,000 دولار. طبعا سعداء وبنتشرف بإذاعة المباريات عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت، وبنحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمجهود الكبير والرائع جدا اللي من خلاله بنسعد مشاهدينا في المتابعة الدائمة، والمباريات بتجيلهم لحد عندهم ويستمتعوا عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت. كل التوفيق للنادي الأهلي المصري في البطولة.